يا ماما روق شوي، طولي بالك، اللي صار ما بده هالقد. هلا بعد كل اللي خبرتك اياه بتقولي لي ما بده هالقد؟ انا بعد كل تاريخي وكل نجاحاتي بيجيني ممثل بعد ما فقص من البيضه بده يعلمني شو بدي اعمل؟ لا ماما، وسيم طبار ومنه مفقس من البيضه هلا ومنه هالقد مغرور. بعدين على الاقل اعطيه فرصه كنت لتسمعي شو في براسه وشو عنده ليقول. واحد مغرور ولك اذا عنده شويه موهبه غروره رح يقتل له موهبته. لا صراحه انا مش شايفه انه مغرور. ليش حضرتك مو هم تعرفيه لتحكمي عليه؟ هلا انا التقيت فيه هيك مرتين ثلاثه بالصدفه وحبيت طريقه تفكيره وحسيت انه موهوب، حتى قعدته حلوه لانه مثقف. ايه بس انا مش رح اقعد معه لو حتى كان اخر ممثل بالدنيا. بتصدقي بالوقت اللي اتصلتي فيه كنت انا عم برفع السماعه حتى اطلبك؟ مش معقول. طب ليه كان بدك تتصل فيه؟ عشان اترجيك تكوني وصلت خير بيني وبين امك. طب وانا حكيتك لنفس السبب؟ طبعا الحمد لله. لا ما تتفائل هالقد، اللي عملته بماما زعلها كثير وبدك 50 سنه لترضيها. طب ليش بقى؟ يعني حتى ما تناقشنا بالتفاصيل الفنيه. ما هيدا اللي زعل ماما، انك رفضت ملاحظتها حتى قبل ما تقريهم. لهيدي معها حق، انا بصراحه قريت الكم ورقه اللي اعطتني اياهم واقتنعت بنص ملاحظاتها تقريبا. والنص الثاني؟ النص الثاني محتاج دردشه بيني وبينها. هيك خليك فنان ديمقراطي طبعا. تقول عنك ماما انك مغرور كثير. مغرور بس ولا قلت شيء ثاني؟ لا يا عم، اللي عم ببلغك هو اللي شتمك. طيب رح اعتبر حالي اني ما سمعت شيء. رح اطلب منك انك تاخذي لي موعد منها وتكوني انت شخصيا موجوده حتى تصلح بيناتنا. هي مهمه صعبه كثير بس على قليله خلينا نحاول. إذا قدرتي تصلحيني على ماما جايز لإلك دور بالمسرحية. لا بعتذر كثير، أنا هلا بطلة بالسينما وماني عايزة أبدا أدوارك. عن جد رح تصلحيهم مع بعض؟ أنت شو رأيك؟ أنا حابة أمك تعمل هالمسرحية لتطلع شوي من هالجو اللي هي فيه. أنا كمان زعلانة على وسيم وخايفة مسرحيته توقف لو ماما اعتذرت عنا. خايفة توقف مسرحيته ولا رح تعمليها حجة لتشوفيه كل شوي؟ ليش عم تقولي هيك؟ انت عارفة اللي عم قول هيك. من وقت اللي رجعت من عنده ما عندي كثير غيره. وسيم راح، وسيم اجا، وسيم قال، وسيم رجع. هالقد مبين علي؟ ما تنسى انك تربيتي وانا عجنتك وخبزتك. ما رح انكر لك يا نجات انه عن جد بيعجبني، كثير بيعجبني. ومن ايمتى ان شاء الله؟ من اول مرة شفته، كل ما شوفه بيرجع بيعجبني أكتر وأكتر. انتبهي، أنا بعرف إنه أكبر منك بعشر سنين. شو بك عم تحكي كأنه 20 سنة؟ وبعرف كمان إنه كل يوم مع وحدة شكل، عشان هيك ما تجوز لهلا. مين بيعرف؟ معقول يوقع بين إيدي؟